قبل شوي صار موقف يمكن كثير ما راح يتفقون معي على الموضوع او على الشيء اللي سويته، بس انا سويت ما املاه علي ضميري للامانه. كنت جالسه افطر انا وصديقتي حالنا حال سبيلنا، فجاه كذا بدات شغله الاير دروب في رمضان. الناس جالسه تفطر، تونا مخلصين الصيام، ترسل سنابك ليه تونا مخلصين. انا هذه الحركه هضمتها، لكن اللي قهرني ونرفزني ان الشخص اللي مرسل لي سنابه انا متاكده 100% انه هو اللي شخص اللي كان جنبي، واللي كان جنبي كانت معاه زوجته. هذا اللي حرني حركة بدي. زوجتك معاك تلقونها هي اللي مباشرة عليه بالفطور الوقح قليل الأدب، وانت قاعدة تناظر في بنات الناس وترسل سنابك. يعني انقهرت، عرفت وش معناته انقهرت؟ أنا طبعا قلت أنا شبه متأكدة أن هذا الشخص هو نفسه ومعاه زوجته. وش سويت؟ طبعا أنا ليه كنت شاكة فيه من البداية؟ لأن من يوم حنا على الفطور وهو قاعد يناظر ويتبوسم ويتميلح وجنبه زوجته. يا قذر يا واطي، زوجتك جنبك، احشم المرأة اللي جنبك، احشمها يا قليل الأدب. كيف تناظر في بنات الناس وزوجتك عندك؟ احشمها بس، وهي حول تتقهوى ولا داري عن 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 سواد وجهها. قسم بالله كسرت قلوبنا أنا وصديقتي. تخيلوا لما أضفت سناب عطيتها رنة، رن جواله. شفت أنا تفت عليها، قلت أنا لو سمحتي هذا زوجك؟ قالت إيه. شفت أنا قلت أوكي. قلت وش فيه؟ قلت لا ما في شيء. قلت وش فيه قولي لي. قلت ما ودي أقول، والله أنا ما ودي أقول، بس بقول عشانك. قالت قولي. قلت ترى مرسل لي سنابه، ترى من اليوم تحرش فيني ايردروب. انقهرت هي، قلت لها انا اسفه بس هذا الشيء ضميري ما راح يسمح لي ان انا اسكت عن قذارته، لاني انا اخاف على كل النساء وما ابغى يوم من الايام اكون جنب زوجي ويخوني وانا معاه. شيء يقهر. في كثير جدا بيكونون ضد التصرف اللي سويته، بس انا حطيت نفسي في مكانها، حطيت نفسي في مكانها. لو انا صار لي نفس هذا الموقف، ابغى البنت اللي جاها سنابه تقول لي يا عبير ترى زوجك قاعد يخونك. لأن أي كل شخص في علاقة وحاشم عمره في هذه العلاقة ومسوي ما وراه دونه يستحق المعرفة ويستحق الصدق. وأي شخص مو حاشم زوجته ومو حاشم العشرة ولا حاشم الرابطة القوية للزواج، والله سبحانه وتعالى في شهر فضيل قسما بالله أنا ما يستحق الستر، والله أنه ما يستحق.